السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نسطر لكم موضوعا حول معركة تعتبر معركة فارقة في تاريخ الجزائر، حيث بسببها سقطت الجمهورية الرابعة الفرنسية، وبسببها جاء دو غول في زيارة لمنطقة الستارة بولاية جيجل. أولا، الستارة هي إحدى بلديات دائرة الستارة، ولاية بلدية الستارة بولاية جيجل الجزائرية، وكانت تسمى كاتينا، يعني المنطقة الحقيقية كاتينا في أثناء الاحتلال الفرنسي، وتقع في الجنوب الشرقي ولاية جيجل، وتبعد عنها بحوالي 68 كيلومتر، كما تبعد بحوالي 72 كيلومتر عن ولاية كيكدا. وقعت المعركة الستارة الشهيرة أثناء حرب الثورة التحريرية الجزائرية من 28 من 27 حتى 28 إلى 3 ماي 1958، بين الجيش التحرير الوطني الجزائري، الجنود الجزائريين، والجيش الفرنسي المستعمر. ونظرا للبعد الاستراتيجي للمنطقة، تم تجنيد النساء لأول مرة كحركة، لأول مرة كحركة. الحركة هم القومية، يعني جزائريين مجندون في الجيش الفرنسي، يعني لصالح فرنسا. وقد كان هذا كله تمهيدا لزيارة الجنرال شارل دي غول للمنطقة، ولتضليل الرأي العام على أن هذه المنطقة ليست من مناطق الثورة التحريرية الجزائرية، وأن الأهالي مستعدون للدفاع عن الجزائر الفرنسية. وكان هذا على يد الملازم في الجيش الفرنسي أون روبت، أعضاء القسم الإداري المتخصص لاساس سيكسيون ادمنستراتيف سبيسياليزي. وفي 3 مارس 1960 زار جنرال شارل دي غول الستارة، وأطلق على هذه الزيارة اسم جولة في العبث تورني دي بروبوت، بحضور جنرال روجي ترانكي قائد القطاع العملية لإدارة الميدية. وقد سقط في هذه المعركة حوالي 1600 قتيل من الجنود الفرنسيين، بينما فرنسا لم تعترف إلا ب 300 قتيل، لكن المجاهدين أثبتوا بالدلائل والوقائع والبينات أنه ما لا يقل عن 1600 قتيل من الجنود الفرنسيين سقطوا في هذه المعركة الباسلة التي قضت تماما على تلك المنطقة، على الوجود الفرنسي في تلك المنطقة. كما أسقط طائرتين حربيتين، واستمرت المعركة حوالي 4 ليالي. هذه المعركة التي استعملت فرنسا فيها قنابل النابالم بدون رحمة أو بدون شفقة. إذن بارك الله فيكم، وترون الصور من بعض المجاهدين الذين شاركوا في المعركة، رحمهم الله وجعلهم مع الصديقين والنبيين. لا تنسوا الاشتراك لأخوكم أبو محمد قناة